نسكافيه. ورجعنا لكم مستمعينا مره ثانيه على راديو بانس كافيه برنامج كافيه ستارز، ومع احب افكركم على مايك احمد مصطفى احمد عمر. تمام، واحب افكركم برضو ممكن ناخد رسائلكم على البيج او مداخلاتكم التليفونيه على رقم 031-715-771. تمام احمد عمر، يعني نفكرهم احنا هنتكلم عن ايه؟ كنا هنكلمهم عن الكمانجا، تعبير الكمانجا واحساسها. الكمانجا اولا بتتكلم من ايه؟ بتتكون من ايه؟ الكمانجا بتتكون من اربع اوتار ولو خشبي كده صغير، وفي النص حاجه اسمها فرسه كده بتسند الاوتار، وفي المسطره اللي بحط عليها صوابعي، وفي مفاتيح الكمانجا، وفي طبعا كوس الكمانجا اللي انا بعزف بيه على الاوتار. كوس الكمانجا ده بيتكون من بول الحصان، بيتشد وتعزف بيه على الكمانجا بالفونيه. لازم يتقلف من قبلها حاجه اسمها الفونيه كده عشان تخشن بول الحصان الكوس، علشان يقدر يطلع صوت. الكمانجا بتتكون من اربع اوتار. اول وتر السول، اول وتر السول، وتاني وتر البي، وتالت وتر اللا، ورابع وتر المي. طب انت مش عارف اي حاجه من الكلام ده يا احمد؟ انا فاهم، عندي خلفيه عن الموضوع ده احمد. طبعا انت عارف مقسم الكمانجا بتاعتك. تمام، وبعدين احمد انا عشان مش عارف اي حاجه عن الكمانجا وعندي خلفيه، وهو اصلا ما عنديش خلفيات خالص. وتر الكمانجا السول عامه لما انا بنزل للوي اللي بعديه بنزل على تدريج، يعني وتر الاول في السول لا سي دو، الوي اللي بعديه هو الوتر التاني الكمانجا، يبقى سول لا سي دو ري اللي هو التاني، مي فا سول لا اللي هو الوتر التالت، ده ترتيب الكمانجا لا سي دو ري مي، يعني بين كل وتر ووتر تلات نغمات. معانا دلوقتي هنطلع فاصل هنوريكم فيه الكمانجا، الكمانجا ازاي بتتعزف، ازاي بيطلع احساس، ولا مع موضوع حلقتنا الموسيقى النهارده تقدر تطلع احساس بدون ان انا اعبر عن مشاعري او احساسي بالكلام ولا لا. نطلع معاكم فاصل ونرجع تاني. ورجعنا لكم تاني مستمعينا، وحابب افكركم ان معانا ضيف حلقتنا احمد علي. ازيك احمد؟ الحمد لله تمام، اخبارك ايه؟ ايه رايك احمد في الكلام اللي احمد عمر قاله ده عن كمان، او يعني كموسيقى كمان؟ انت سمعت الموسيقى اللي كانت شغاله دلوقتي؟ سمعتها، بس انا يعني انا بغني بس ما بفهمش في، ما بعزفش ما بفهمش في الكلام ده، بس هو اكتر التاني انا بيأثروا فيا هم الكمان والامان، هم اللي بحب اسمعهم دايما، يعني حتى لو مش اسمع اغاني بحب اسمعهم وهم بيتعزفوا بس. تمام يا رفيق. طب يعني احمد قال شويه كلام كده عن الكمان، يعني انت فهمت منه حاجه؟ لا ولا كمان. انا لسه ما فهمتش. ما حضرتك عشان انت ما تفهمش في الاله دي. على فكره يا جماعه احمد كان طول عمره بيسمع مني الكمان ده، وكانش بيفهم اي حاجه في اي حاجه، والمايسترو بتاعنا كان يقعد بتعزف اصلا. طب بالنسبه لك يا احمد، انت يعني انت مثلا حابب تتعلم اله؟ طيب هو انا زي ما قلت لو هتعلم يا القانون يا الكمان. انت ما فكرتش طول حياتك انت تتعلم لا، هو انا اساسا من ساعه ما ابتديت اغني كنت بحب اغني من وانا عندي 5 سنين، ابتديت عرفت بقى ان انا مستحيل الناس تقول لي انت صوتك حلو كده، كنت لما دخلت ابتدائي. فالموضوع كان يعني ما فكرتش ان انا عايز في اله، لان انا عرفت موضوع ان انا بغني ده كان متاخر. يعني 5 سنين ولا ابتدائي كده متاخر؟ انا عايز اعرف اول حاجه دخلت فيها كان مسابقه في الغنى، كنت بغني اول حاجه ابتديت اغني فيها كانت المسابقات اللي هي في المدارس. ابتديت بقى ساعتها كان في الوقت ده ما كانش فيها برامج مواهب زي ذا فويس وعرب ايدول والبرامج دي، فلما ابتدت البرامج دي تطلع كان عندي مشكله في ان انا اقدم فيها. فجيت بعد كده كانت اخر حاجه ليا قدمت في عرب ايدول الموسم ده، بس ما حصلش نصيب الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. تمام يا احمد. طب معلش يا احمد برضه احنا ما تعرفناش بيك، طب مثلا انت في كليه احمد؟ انا في كليه تجاره سنه ثانيه. سنه ثانيه تمام يا احمد. انت صغير بقى. انت سنك صغير بقى. انا عايز اسال عن موضوع عرب ايدول، لان احمد قال لي عن انت اشتركت وبتاع وبعد كده رجعت، انا ما حصلش نصيب بالظبط كده، انا عايز اعرف القصه منك كانت ماشيه ازاي في الاول. وانا جيت الموضوع كان جه صدفه، انا ما كنتش مرتب ليه، فجيت فكرت ان اقدم وسافرت انا واثنين صحابي، سافرنا مره واحده فرحنا هناك، كنت انا عارف مكان الفندق وكده،
فرحت فضلنا قاعدين فتره كبيره جدا عقبال ما خدنا الارقام ودخلنا. كان طبعا كان في انا كنت عامل حسابي في موضوع ان انا كنت نايم ولا كنت واكل ولا شارب، غير كده طبعا التوتر والخوف اثر على صوتي، فدخلت ما عرفتش اغني كويس، فالمشكله كانت فيا ما كانتش في حد تاني يعني. تمام. هو طبعا احنا بس احمد انا بسمع صوتك وعارفه يعني، بسم الله ما شاء الله عليك يعني. تمام. طب انت هو فين اصلا تقديم بتاعك؟ كان في فندق هيلز مارين لاند في ستوكهولم. اه يا بختك، دلعتها انت ولعتها هناك ورحت صورت انت مع الفنانين ورجعت. يعني انت دخلت واختبروك و... طب انا عايزك تغني لنا ما دام الناس متشوقه لغناك. انا عايز اسمع صوتك. انا ممكن تغني لي يا احمد؟ اغني حاجه قديمه. انساك ده كلام، انساك يا سلام، انساك كتير ده كلام، انساك يا سلام، اهو ده اللي مش ممكن ابدا ولا افكر فيه ابدا ابدا، اهو ده اللي مش ممكن ابدا ولا افكر فيه ابدا ابدا، ده مستحيل الميل، ده مستحيل الميل، ويحب يوم غيرك ابدا ابدا، اهو ده اللي مش ممكن ابدا. الله عليك يا محمد، الله عليك بجد. تمام. احب اقول للناس ان معايا مداخلة تليفونية كده. الو، السلام عليكم. الو، عليكم السلام. تعال ايه؟ انا حضرتك محمود ابو ياسين. محمود ده محمود اخويا يا جماعة. ده محمود اخويا يا جماعة، الراجل ده صح الصح وعازف جيتار صح الصح. انت متابع حلقتنا من الاول يا محمود؟ مش قوي كده. انت متابع حلقتنا من الاول؟ جيت مع الاندلس تقريبا صح يا محمود؟ تمام كده تمام كده. انت جيت احمد يا محمود؟ انا عايز اسمع حاجه يعني عاليه قوي في الكلام، زي عبد الداخل، عبد الداخل، عبد الرحمن، جهاد عقل، محمود سرور، حاجه من الحاجات الجميله دي. هو بشكر احمد تعالي صح؟ احمد علي. انا بشكرك برضه. بشكرك. انا مش احمد، عايز حاجه؟ شكرا شكرا على اتفاقك يا احمد. سواء معلش يا جماعه محمد احمد. لو بتقول له عايز حاجه من غير حضرتك انت مش فاهم. تمام. طب احمد اخويا بقى ومتعامل على الكلام. تمام. طب احمد علي، يعني انت بتغني قديم بس؟ لا، بغني برضو حاجات جديده. تمام. طب ممكن انت اعرف انت انا عايز اعرف بس لو سمحت، وانت مجهز لنا يا احمد من البرنامج او الكلام ده؟ يعني انا مجهز كذا حاجه، يعني مجهز كذا حاجه برضه قديمه وجديد، لو عايزين تسمعوا حاجه برضه تاني دلوقتي. قبل ما اسمع حاجه بس انا عايز اسال سؤال بس شخصي بس. تمام. يعني مثلا انت بدات ان انت تغني او مثلا تحط في دماغك الموضوع الغنى ده، ومين اللي اكتشف صوتك؟ هو انا كنت زي ما قلت ان انا كنت وانا في حضانه كنت عندي 5 سنين كان عندي حب ان انا اغني، بس ما كنتش لسه عرفت ان انا صوتي حلو. لما جيت دخلت ابتدائي كان في زي حصص للموسيقى او كده، فابتدت كان بيدربوني استاذ احمد زكريا، هو اللي سمع صوتي وهو اللي اشاد بيا يعني. دي حاجه كويسه. طب انت اشتركت في حفلات قبل كده احمد؟ كانت كلها في حفلات تبع المدرسه، وكان تبع عصر الثقافة برضه. جيت لما دخلت كلية ابتديت اتجه بقى افكر في برامج المواهب اللي هي دلوقتي. انا عارف ان انت بتحب شيرين قوي يا احمد صح؟ ايوه طبعا. ايه سر حبك لشيرين؟
يعني شيرين بتجمع، يعني انا بسمعها من ابتدت في بدايتها من ساعه ما ابتدت تغني، فكانت اللي كان بيعجبني في صوتها ان هي بتجمع صوتها ما بين القوه وما بين الحنيه، فهو ده اللي كان بيعجبني في صوتها. تمام. عايز اسالك سؤال، هي اخر حفله انت اشتركت فيها؟ اخر حفله اشتركت فيها كانت يوم 6 اكتوبر، كانت احتفالات 6 اكتوبر. تغنيت فيها ايه طيب؟ غنيت فيها كانت اغنيه وطنيه، يا حبيبتي يا مصر. يا حبيبتي يا مصر. يا حبيبتي يا مصر. لا ما تغنيها لنا طب دلوقتي. ولا انت مش مجهزها؟ ماشي. ما شافش الامل في عيون الولاد وصبايا البلا، ولا شاف العمل سهران في البلاد والعزم اتولد، ولا شاف النيل في احضان الشجر، ولا سمع مواويل في ليالي القمر، ولا شاف النيل في احضان الشجر، ولا سمع مواويل في ليالي القمر، اصله ما عداش على مصر، اصله ما عداش على مصر، يا حبيبتي يا مصر يا مصر، يا حبيبتي يا مصر يا مصر، يا حبيبتي يا مصر يا مصر. يا حبيبتي يا مصر. انا شايفك شايف متاثر قوي بالاغنيه، انت بتحب مصر قوي كده؟ طبعا. ربنا يخليك، ربنا يخليك لمصر. انا عايز اتكلم لو سمحت بقى انا موضوع محمود اخويا اللي بيتكلم فيه من شويه، ان المزيكا او الكمانجا من اندلس والبابا والكلام ده، اصلا المزيكا ما دخلتش، ما فيش موسيقى عربيه، مفيش حاجه اسمها موسيقى عربيه، اللي قايل لنا الكلام ده ناس دارسه ومنهم كان الماستر بتاعنا انا واحمد، مفيش حاجه اسمها مزيكا عربيه. المزيكا جت لمصر او الوطن العربي عامه من العثمانيين اللي هو كان تركيا، كانت مزيكا تركيا. احمد برضه كان عنده شويه معلومات. يعني هي جت من تركيا اللي هي فارس بقى وكده، وبرضه اليونان لما جم مصر هنا بقت في مزيكا اليونانيه. تمام. انت احمد معرفش جت امتى بصراحه. جت يا جماعه بعد في حكم محمد علي 1805. تركيا جت في حكم محمد علي قبل المماليك، ساعه المماليك احنا عندنا لما درسنا الكلام ده او المايسترو بيقول لنا ان المماليك ما كانش عندهم مزيكا، كانش في مزيكا، كان في عند القدماء المصريين زمان وكل حاجه، هم بيقولوا عارفين موسمات بس، لكن ما وصلتناش الكلام بتاع زمان، هو اللي وصل كان مايسترو جت من مزيكا بيها تركيا والكلام ده، كان فده تعقيبي على تعقيبي. شكلك فاهم يا احمد يا عمر. تمام. طب بالنسبه لاحمد علي طيب، انت معلش انت اتضايقت يا عم لما في عرب ايدول كده ما كسب، يعني مثلا ما توفقتش فيه؟ لا طبعا ما اتضايقتش، لان كان الموضوع كان سوي غني، ما كنتش عامل حسابي سواء في النوم او في الاكل او في الكلام ده، وكنا قاعدين فتره كبيره طبعا اكتر من 10 ساعات عقبال ما خدنا الارقام، وطبعا كل ده غير القلق والخوف، فكل ده اثر على صوتي، فالعيب كان مني ان انا ما كنتش مجهز للحاجات دي، فعادي يعني مش مشكله. يعني احبطك طبعا الموضوع ده؟ هو احبطني يعني، هز ثقتي في نفسي شويه، بس لما جيت فكرت بالموضوع بواقعيه شويه لقيت ان الموضوع يعني فكرت فيها كانه ما حصلش اصلا، فما اهتمتش يعني بيه، بس رجع ثقتي في نفسي. تمام. والله اصل الواحد يقول لك صوتك مش حلو او مثلا انت ما قبلتش، دي حاجه تضايق اي حد طبعا، مع ان انا عارف طبعا صوتك حلو وانت مختار صوتك حلو، في ناس كتير جدا تقول صوتك حلو، ان حد يجي يقول لك بقى انت صوتك مش حلو مثلا وما تنفعش في البرنامج، دي حاجه بصراحه تحبط اي حد. هو الحقيقه قال لي ما قاليش انت صوتك مش حلو، قال لي بعتذر منك مش الحال. بعتذر منك هو ايه؟ ده لبناني ولا ايه؟ لبناني؟ لا كان شكله كان عادي، فانا رحت قلت له شكرا مره. لو انت ما قابلتش قابلت شيرين ولا ما قابلتش قصدي حسن الشافعي ولا نانسي ولا احلام ولا جم؟ هو بيبقى في لجنه قبل اللجنه دي، بتبقى في لجنه اولانيه بيبقى فيها وديع ابو رعد المدرب كان في ستار اكاديمي، هو اللي بيبقى موجود بيشوف المواد فبيصفوا، والمواد بقى اللي بتبقى بيدخلوا المرحله الثانيه اللي هي فيها حسن الشافعي واحلام والناس دي، فبيصفوا الدور الثاني. تمام. معلش يا احمد حصل خير. طب نشوف رأي الناس وكومنتاتهم. في سارة سيد بتقول الموسيقى عموما بحبها اكيد، وحسب سماعي ليها اكيد هحس
ايه هي بتعبر عن ايه من غير كلام؟ فعلا المزيكا اصلا بتعبر من غير كلام. تمام. والجنرال طه بيقول الموسيقى دي رائعة، وكمان بالنسبة لي الموسيقى شيئا مهما جدا لاني اصلا بغني. تمام. في انا جو بيقول اكيد بتوصل معنى من غير كلام، في موسيقى تحسسك بالحب، وفي موسيقى تحسسك بالهدوء والسكينة، وفي موسيقى تفرحك وفي تحزنك، واكيد كل نوع بيوصل للمستمع بحسب احساسها، وانا بحب الموسيقى الهادئة افضل نوع عندي. بس بيقول الكلام بلغة عربية فصحى. ومعانا فاطمة عزت بتقول، ازي حضرتك استاذة فاطمة، بتقول بحب الموسيقى في اوقات كتير من غير اغاني، الكلام ممكن يزود احساس الموسيقى بالنسبة لي، بس هي في حد ذاتها برضو ليها احساس جميل. عندك حق جدا استاذة فاطمة، يعني بالنسبة للناس اللي بتسمع مزيكا وفاهمة مزيكا بتبقى بالنسبة لها احسن من نسمع مزيكا، احسن من نسمع كلام مع المزيكا. ده رأيي يعني. لا بس انا لا اختلف معك، المزيكا مع الكلام بيوصل لك الفكرة، مزيكا من غير كلام ممكن يشغلك مزيكا حزينة من غير توصيل فكرة معينة، لكن مزيكا مع الكلام بيوصلك مثلا لما تكلم في فكرة حزن او كذا بالظبط او فرح كذا. تمام. بس يعني بالنسبة للناس اللي بتعزف ممكن تعزف حاجة حزينة، ممكن تخلي الناس تتخيل بقى، تفتكر حزنها، تفكر في كذا، بتسيب لها مطلق الحرية ان هي تحاول ترك يعني تفكر في حاجة. طب بالنسبة لأحمد علي، انت بالنسبة لك المزيكا ايه؟ انت بتتعامل المزيكا بالذات لو المزيكا حزينة الواحد يسمعها عشان يطلع طاقة السلبية اللي جواه، بس انا بفضل برضه اني اسمع قرآن في الاول وفي الاخر. الله يخليك يا احمد، بس انا شايف برضه عامة يعني انا ببعد عامة عن المزيكا الحزينة او اي شيء سلبي في حياتي، انا بحاول اسمع حاجات تفرحني، انا مش غير اركد على نفسي بصراحة. يعني انت ممكن بالنسبة لك انت تسمع حاجة حزينة، لكن انا بالنسبة لي ما بحبش اسمع حاجة حزينة. انا كل يعني انا بفضل دايما الاغاني اللي هي فيها حزن وشجن كده، ما بحبش الاغاني دي سبحان الله، فيها دوبه بيني وبين. بصراحه انا عامه حتى لما ببقى مخنوق ما بحاولش افكر بقى اجيب اغنيه حزينه افتكر بيها حاجه مزعلاني. طبعا لا، مش اللي انا بقى احاول مش انا بقى اللي مثلا يحصل موقف معايا احاول ادور اغنيه لايقه على نفس الموقف بقى واقعد ازعل نفسي واعيط بقى والكلام ده، ما بيكونش معايا. انا عندي تعقيب على كلمه لو سمحت قدام الناس، حضرتك واخد المايك واخد قاعد بعيد انت وزحمة وانا ما بتكلمش خالص ولا عندي اي تعقيب عليكم، وبعت وزحمة خالص. معانا ناس شانه من احمد عوض بتقول الموسيقى حاجة جميلة وكمان بتلمسني من جوه من غير كلمات، انا اصلا مش بنام غير على سيمفونيات موتسارت. لا بس تمام. مش عارف انا مش عارف مين موتسارت ده بصراحة، مش عارف ولا حضرتك. انت مش عارف موتسارت؟ حضرتك يعني انا اعرف يعني اعرف مثلا مستين الحاجات دي بس مش عارف. لا طب ما نسال احمد، هو انا عارف بعض المعلومات كده، هو اكيد طالما هو بيتكلم عليه يبقى اكيد هو موسيقار عالمي يعني. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، نبيه جدا احمد علي. تمام. معانا مسج تانية بتقول هاني كمال بيقول سماع الموسيقى حسب الحالة المزاجية، اذا كنت في حالة عمل اسمع ذات لقاء سريع وهي اكتر ما اسمع. انا مش في ناس يعني بالنسبة للموسيقى السريعة اوضاعها يعني ايه زي جسمها بيتحرك مع الموسيقى السريعة، بتحرك جسمها زي الاغاني الشعبي والكلام ده. طب دلوقتي انا عايز اروح لاحمد اساله، كان ايه اول علاقتك بالموسيقى او المزيكا عامة، وايه اول مرة شفت ناس كده او جمهور ومسرح؟ بس الكلام ده هنسمعه من احمد بس بعد الفاصل. ورجعنا لكم مستمعينا مرة تانية، وبحب افكركم ان انا كنت بسأل احمد علي كانت رهبتك على المسرح عاملة ازاي يا احمد؟ اول ما شفت الجمهور بتاعك كنت خايف ولا كنت شجاع بالنسبة للموضوع؟ لا اول مرة ابتديت اغني كان عندي حتة الرهبة والخوف دي كانت رهيبة جدا، لدرجة ان خليت في وقت من الاوقات معرفتش اغني، بس جيت بعد كده ابتديت بقى دربت على الموضوع ده في البيت، بقيت اشوف مثلا حفلات لفنانين في مهرجانات كبيره، اشوف وقفتهم ازاي بتبقى على المسرح ماسكتهم بالمايك، الحاجات اللي بتبقى زي دي، فالحاجات دي اتعلمتها منهم، بس دلوقتي ما بقتش خايف يعني الحمد لله.
اول حاجه انا مصح برضو كنت خايف جدا, واحمد مصطفى برضو كان انا لا انا نفسي بصراحه اول مره اطلع المسرح انا كنت مبسوط جدا بصراحه. انا الصوره اتفتحت كده لقيت الناس بتسقف جامد وانا كنت مبتسم جدا على المسرح, كنت يعني منبهر بشكل المسرح. تمام, ونرجع بقى ناخد مسجات من على البيتش. في حسام يوسف منورين يا نجوم المستقبل, ازيك على شكرا يا حسام ربنا يخليك. وفي سمسم رضا مساء الخير ازيكم, شكرا على الحلقه الجامده دي والاغاني الجميله اللي بتعرضوها ربنا يخليك يا سمسم. انا بحب اشكر يا جماعه حسام حسام هنا هندسه صوتيه هو اللي حاطط البلاي ليست على الاغاني كلها. نكمل المسج بتاع سمسم رضا, بيقول شكرا على الحلقه الجامده دي والاغاني الجميله اللي بتعرضوها, وعايزين حلقه عن الساكسفون, وعايز اسمع اغنيه الكاريوكي. عينيا 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 يا سمسم. في ناي محمد بتقول الله بجد العزف اللي كان شغال ده روعه قوي. تمام, وفي في محمد فتحي يلا يا يلا ربنا يوفقكم, ربنا يخليك يا محمد فتحي. في اسلام اسلام عبد العال, ايوه بقى يا حماده ازيك احمد علي. ايوه عارف انا ده. ايوه صح. يلا بقى يا حماده اي خدمه. وفي اهم حاجه واحد اسلام برضو اشرف بيقول اهم حاجه عايزين نتكلم عن المذاكره والاغاني ومناسبه الامتحانات. بالنسبه لايام الامتحانات, انت امتحانك امتى؟ انا امتحاني 4/5. بتذاكر احمد؟ يعني شوي نص ونص. طب بالنسبه تعمل انت مش عارف بيتكلم عن هي ان انت تذاكر وتشغل اغاني. بتهيألي الموضوع ده يعني انا اهو بغني بس عمري ما ابدا ان انا بذاكر سمعت اغاني, ان ده بيأثر ما بيخليك تركز وانت بتذاكر. فانا ما انصحه ما يعملش الموضوع ده تاني. ده انت ضحاح بقى. انا عمري ما ذاكرت كده. طب انت كان ماشي نكمل. في مي محمد بتقول عاوزه اسمع حاجه لعبد الحليم حافظ من الفنان احمد علي. نجهز بقى يا احمد لعبد الحليم بقى. لا مجهز. تخونوا وعمروا ما خانكوا ولا اشتكى منكوا, تبعوا وعمروا ما دعاكوا ولا انشغل عنكوا, قلبي ترارا قلبي ليه تخونوا, قلب راح من شبابه بنشوى حنين باع في هواكم احبابه, بعت انتمي قلب اللي راح من شبابه بنشوى حنين باع في هواكم احبابه, بعت انتمي وضحى بالحب عشانكو, باع جنتي واشتري منكو قلبي قلبي لتخونو. الله يا احمد الله بجد يعني جامد جدا. طب سؤال يا احمد معلش, يعني انت شايف مستقبلك ازاي مع الغنى؟ يعني حاسس ان انت ممكن تكمل تعمل حاجه, ولا انت شايف انت خلاص بقى تاخد كليه تجاره بقى وهتشتغل مثلا كشير ولا حاجه؟ لا يا رب ان شاء الله. يعني انا دلوقتي كل تركيزي على الكليه يعني على مذاكرتي, ان انا اجيب تقدير كل سنه والكلام ده. فالله اعلم بقى ممكن بعد ما اخلص كليه تكون تفكيري او اتجاهاتي حاجه تانية غير غير ان انا اخد كورسات وان انا اشتغل والتفكير اللي هو الروتين بتاع اي حد. فالله اعلم بقى ربنا اللي كتبه لي ان شاء الله يحصل يعني. تمام. طب يعني مين اكتر واحد وقف جنبك احمد في مشروع الغنى ده وشجعك انت مثلا تحاول تعمل حاجه لنفسك, تفكر تدخل مثلا برامج تعمل حاجه زي كده؟ الحقيقه هم الثلاثه, هو انت طبعا اول واحد, وهشام محمود وميسره عصام. هم يعني دايما اللي كان كارمين في الموضوع ده ان انا لازم اغني لازم تاخد فوكاليز حاجات زي كده عشان خاطر يعني تكبر من نفسك شويه في الموضوع ده. تمام. طب ناخد برضه رسائل. انا بحب اعتذر بس معلش احمد انت واخد المايك بعد اذنك. انا بحب اعتذر للناس اللي بتبعت مسجات, احنا يعني بقدر المستطاع بنحاول نوصل صوتكم ورؤيكم, وبفكر حضراتكم انتم تقدروا تبعتوا لنا مسجات على البيدج او دخله تليفونيه على 031-71-65-771. نكمل بقى الرسائل.
في خالد محمد بيقول الموسيقى حاجة جميلة قوي، وفي حسن امين بيقول الموسيقى جميلة بس ايه رأيي لازم تكون بكلمات صح. انا اتفق مع الكلام ده ولا ايه؟ عادي يا عم، دي اراء احمد يعني عادي طبيعي جدا. ومعنا اسماء احمد بتقول الموسيقى دايما بتعبر عن حاجات ما تقدرش تعبر عنها بالكلام. طب دي فعلا رأيها جميل جدا، انا كنت بقول كده تمام. وفي واحدة اسمها عازفة الامل بتقول بس انا اعتقد ان الموسيقى لها عامل كبير في توصيل الفكرة وتدعيم الجانب الابداعي. بالظبط، وده موضوع حلقتنا انك ازاي توصل مثلا لقدامك انا بحبك بس من غير ما اتكلم. المزيكا هي اللي تقول او الموسيقى بالكلام تقول ان انا بحبك او انا زعلان منها. ابو ياسين محمود ابو ياسين بيقول احب اشكركم جدا على الكلام الحلو ده، واحب اقول لكم على فكره الموسيقى كانت اجمل فرصه علشان اقابل فيها حب عمري زوجتي ام ياسين. الف مبروك يا حدى ورب عقبالنا يا حدى. يعني انا برضو بنتكلم عن الموسيقى واحساسها. يعني بالنسبه للموسيقى يعني في ناس يعني بتحسها، في مثلا موسيقى تحسسك بالحب، في موسيقى تحسسك بالحزن، في موسيقى تحسسك بالفرح، في موسيقى تحسسك بالخوف. يعني هي الموسيقى بتعبر، هي الموسيقى بتعبر عن حالك، عن حاله وجدانيه عامه كذا حاله. تمام ولا ايه؟ ولا انت رايك يا احمد؟ طب انا عايز اسالك يا احمد انت هل الموسيقى بتقرب الناس من بعضيها ولا تبعدهم؟ اه طبعا في موسيقى، يعني في موسيقى بتقرب الناس من بعضها طبعا، موسيقى حب وكده، وفي موسيقى تبعد، بتحاول تبعد الناس عن بعضها. يعني الناس بتقوي الناس على ناس، يعني خلاص الناس اتخلقت فلا تسمع بقى موسيقى مثلا شيرين مثلا انا مش به باين. يعني في موسيقى بتقوي الحبيبين على بعض. يعني يا احمد معاك، انا ما كنتش بتكلم كده على الحبيبين، انا بتكلم في العموميه. الموسيقى تقرب الناس من بعض ولا بتبعدهم؟ انت اتكلمت بمغزى اللي هو ايه فرضين، انا بتكلم بمغزى كتير. مثلا ممكن فعلا ناس يتخانقوا مع ناس، ده يطلع موسيقى يكرر اهداف ده، وده اللي بيوصلنا للموسيقى. الموسيقى احمد ان هي يعني موسيقى حب البلد مثلا، تطلع موسيقى وطنيه تحاول تحمل الناس في البلد. صح ولا ايه؟ صح. نكمل بقى مسجات، نكمل مسجات ثانيه. وفي طارق شاكر بيقول بحب الموسيقى الحزينة وعايز اسمع اي حاجة الجريني من احمد مصطفى. مين احمد مصطفى؟ على فكرة يا جماعة احمد مصطفى بيغني بس هو مزيان يعني كده فمش هنخليه يغني معانا. احمد نور الدين بيقول احب اشكرك جدا على الكلام الحلو ده، وشكرا جدا ليك، واحب اقول لكم اني عايز اسمع اغنية للفنان الجميل عبد الباسط حمودة. حمودة مسا عليكم. على فكرة الموسيقى كانت اجمل فرصة علشان اقابل فيها. اه ده قريناها قبل كده الرسالة دي. يوسف مصطفى بيقول منورين نجوم. تمام ربنا يخليك يا محفوظه. بس يوسف مصطفى ده اهو احمد مصطفى اللي طلع الحلقه اللي فاتت. في فاطمه كمال احمد بتقول اغاني قبل الحلقه كانت تحفه قوي عجبتني. بسم الله ما شاء الله عليك. حسام معانا، حسام علي هو حاطط البلاي ليست بتاع الاغاني والهندسه الصوتيه معانا. كمان اما بالنسبه للموسيقى في كل نوع ليه اهميه، دي أهمية جمال السيمفونيات أو برضو سيمفونيات غير الموسيقى العادية، غير آلات موسيقية منفردة، غير اللي بتكون فيها كلمات. في النهاية شايفة إنها بتعب، إنها من غير كلام بتكون أعمق وأصعب. تمام. أنا برضو أنا شيء فعلا يعني في ناس اللي بتبقى فاهمة موسيقى أو بتحب الموسيقى بتحاول تسمع موسيقى بس. يعني أنت لو تلاحظ حتى في اغاني ام كلثوم مثلا، شوف الناس كانت بس في الاول كده. انت معايا احمد علي ولا ايه؟ انت نمت من هنا ولا ايه؟ انت شايف مثلا يعني ايام عبد الحليم وام كلثوم كنت بتلاقي نص الاغنيه موسيقى بس، وتلاقي الناس كانت مستمتعه بحاجه زي كده مش اللي تزهق. انا مثلا في مثلا اغاني عليها مثلا موسيقتها في الاول مثلا دقيقه، بحاول اقدر الموسيقى دي عشان اسمع الكلام. انا في موسيقى تسمعها وفي موسيقى ما تسمعهاش. صح ولا ايه؟ هو اكيد طبعا. يعني زمان كان كنت يعني هو زي ما بيقولوا ايام الزمن الجميل كنت تلاقي الاغاني بتاع ام كلثوم عبد الحليم وردة الناس دول كنت يعني تسمع. يمكن في ناس كمان كانت ناس تحب تسمع الموسيقى وتسمع الكلمات كانت بتهتم قوي بالموضوع ده. اما دلوقتي الاغاني بقت تحس يعني ثلاث ارباع اسفاف، لا كلمات ولا موسيقى ولا اي حاجه. فزي ما انت بتقول تمشي الموسيقى، عايز تشوف الكلام وهي حلوه كمل، مش حلوه خلاص قالب على اللي بعده بس. فهو زماننا هو الزمن كده يعني. يعني وعلى فكره برضه في يعني برضه عازف جيتار ليد مشهور جدا اصلا اسمه مالمستين، ده حفلاته عزف بس
حفلات عسل بس وتلاقي المسرح مليان على اخره. يعني مثلا في ناس فعلا ليها جوده بتحب الجوده انها تسمع عسل بس. طبعا لان هو يعني هو موهوب في النقطه دي فبيبدع فيها، عشان كده الناس شايفاه انه حاجه كبيره قوي في الموضوع ده فتستناه في النقطه دي بس. طب انا بس معلش احنا معانا مداخله تليفونيه. طيب ماشي انت اكلمه لك. وعندنا نتعرف بيك. ايه ايه هلا. الحمد لله. حضرتك متابعانا من الاول؟ ايوه. طب ايه رايك في موضوع الحلقه النهارده؟ الحلقه حلوه جدا. طبعا انت بتتكلم عن الموسيقى وانا النهارده كنت بتكلم برضه شويه عن يعني حد الناس اللي انا بحب اسمع لهم جدا. بعد اذنك علي صوتك بس يا رايق عشان الناس تسمعك. علي صوتك، انت معايا؟ اه معاك. انا بحب اسمع موسيقى جدا لاني وعمر خيرت، وهم دول تقريبا الناس اللي انا بحب افصل عن الناس وعن العالم. يعني حضرتك يا زو حضرتك جميل جدا. عايزه اسمع كيفك انت بصوتك. لا بس احمد علي بقى، انا مش بغني حضرتك. كيفك انت بتاعت مين؟ ماشي بصوت احمد علي. تمام ماشي. كيفك انت بتاعت فيروز صح؟ اوكي حافظها احمد. تمام ماشي شكرا ليك يا استاذ. حاجه على فكره صوت قوي جدا. معلش بقى شكرا ليك يا استاذ علاء. شكرا لاتصالك يا استاذ علاء. شكرا معلش. تمام احمد علي حافظ كيفك انت الفاروز حافظها. لا مش هخليك تراني. هي قالت لي انا قالت لي انا. لا اتفضل انت احمد الكذب. تذكر وقت اخر كلمه قلتها وما عدت شفتك وهلأ شفتك. كيفك انت ملا انت بيرجع بالي ارجع انا معك. انت حلالي ارجع انا معك. انا انت ملا انت بس. الله عليك. لا بس حلوه حلوه. انا بيعجبني فيروز ان ذوقها الموسيقى عامه مختلف شويه، يعني تحس ان احساس يعني ما اكيد مش هتكرر تاني، وتحس انها بتغني في يعني ببطئه طايره كده بجد. طب احمد عمر هوايتني عشان المايك. اتفضل احمد عمر. حضرتك انت واخد المايك وبتبعد ليه؟ انا مش هاجي. انا مش هاجي ليه حضرتك؟ طب انا عايز اسالك يا احمد، بما ان صوتك حلو ما شاء الله عليك، انا عايز اسالك ايه اكتر موقف بايخ حصل لك وانت بتغني؟ يعني انا اقول لك دايما زي ما هتلاقي الحلو هتلاقي الوحش. فاي حد لما بيبقى بيغني او بيعزف او بيبقى على مسرح عامه، في ناس بتبقى تحت بقى وتقعد تستظرف وتقعد عايزه توريك ان هي هنا اهي، بيبقى عندهم معقدين مثلا او عندهم عايزه تنص في حاجه معينه، فتلاقيهم مثلا يلاح بكلام اللي يتكلم مثلا يقعد يغاوش عليك وانت بتغني. بس طبعا المعظم او اللي بيبقى غالب على الموضوع ده ناس بتفهم ناس بتبقى كويس. ف لا طبعا يعني دايما كان مهمنا واحنا بنغني انت هتغني بدمات كتيره اذواق مختلفه، ومش دايما مش هتلاقي كلهم هيبقوا راضيين على غناك او كده، فمالكش دعوه بيه. ف يعني دول اساسا مش مشكله بقى. انت صح. طب يا احمد انت فكرت قبل كده مثلا انك تحضر حفله مزيكا بس؟ هو انا لا يعني انا ما عنديش الخلق ان انا اسمع مزيكا بس وقت كبير، يعني ممكن اسمعها في اغنيه او اسمع مثلا مقطع صغير 4-5 دقايق اخر، لكن انا اسمع حفله كلها موسيقى لا. طب احمد قمر فاكر انت احمد قمر الحفله اللي احنا عملناها في الاقصر؟ كانت مزيكا بس. يعني انا عامه ما كنتش ليا السن ان انا اسمع مزيكا بس لما طبعا نطلع مع فرقه مثلا، فرقه طبعا حلوه في الجامعه بتاعتنا، وانت طبعا كنت عضو فيها طبعا بتاع جنبي كمان. اه هو الراجل بتاع القناه نايل جاي بيعمل لي كده بقول له يا عزت. طب انا عايز اسالك يا احمد علي، مين اكتر واحد واقف جنبك ودعمك غير اصحابك وكده؟ لا انا قصدي مثلا لما اشتركت في حاجه اسمها كوبال، اذا كان جامعه ولا اذا كان مثلا في مدرسه، مين او اصل الثقافه المايسترو بتاعك اكيد فادك. انا عايز اعرف افادته ليك ايه. هو اولا يعني اكتر واحد كان بيفيدني كان استاذ احمد زكريا، هو اللي يعني اكتشف صوتي او اكتشف ان انا بغني. هو دلوقتي موجود في الكويت، يعني ربنا يرجعه بالسلامه. فهو كان ليه فضل كبير ومعلمني يعني حاجات كتير قوي، وكان فاهمني كان فاهم دماغي ماشيه ازاي، وكان عارف خامه صوتي يقدر يعني يستغلها كويس. تمام. طب مين اخطر واحد واقف قدامك واقف قصادك في تاريخك الفني؟
لا طبعا هتلاقي اصل انت بتغني وعندك موهبه مش تبقى انت لوحدك, تبقى في ناس تانية كتير. ففي حاجه اسمها النفس الشريف, يعني انت تبقى موجود معاك ناس تانية بتغني, دي بتبقى حاجه حلوه غير لما انت تغني لوحدك. يعني انت لو مثلا بقيت فنان مشهور مثلا في الجيتار وناس كتيره بتسمعك, بس انت لوحدك مالكش اي منافس, هتيجي عليك فتره وتلاقي نفسك مليت من الموضوع ده. لكن لما تلاقي واحد برضو زيك كبير في المجال ده, هتبقى عندك حب ان انت تعمل اي حاجه جديده, حب انك تكبر اكتر. يعني هي دي المنافسه بقى. انا معاك حق فعلا. طب ماشي ناخد مسجات, نكمل مسجات. ماشي اسماء احمد بتقول احب اضيف كمان ان في علماء النفس بينصحوا بالموسيقى في بريك المذاكرة, وانا عن نفسي باخد بريك واسمع عمر خيرت. ربنا احسن. اه تمام, حلو جدا. طب اسلام عبد العال, لا ده بيقول ايوه بقى يا حماد انت تضحك انت احمد. احمد بهاء, عايزين موسيقى تكلمنا عن المذاكرة وموسيقى تحسسنا اننا مصريين, تحببنا في مصر. يعني اللي بيحصل ده مش كويس خالص من المصريين. صراحة انا بتفق مع احمد جدا, فعلا بيحصل ده مش متعودين عليه. يعني انا من ساعة ما اتربيت لحد دلوقتي انا متعودش على حاجة زي, متعودش على الخناقات دي, متعود ان انا دايما انا واصحابي مع بعض. حتى احمد انا عايز اعرف بالنسبة لرأي احمد اللي هو الموسيقى تحب المصريين في بعض بدل ما هما بينفردوا. السؤال اللي انا سألته رحمه من صوره من شوية, الموسيقى بتحبب الناس في بعض ولا بتكره الناس, ومين بيستغل ده؟ لا هو في يعني تلاقي حتى في المناسبات مثلا الوطنيه تلاقي مثلا بيشغلوا طول اليوم اغاني وطنيه, فدي طبعا بيبقى لها تاثير كبير على الواحد ان هتحسسه بوطنيته او تحسسه ان هو مصري فعلا. ففي بتختلف بقى على حسب الاغاني, لو اغاني فعلا بتبقى متكامله مثلا من كلماتها او الحانها او توزيعها بيبقى لها تاثير كبير في وطنيه الواحد. يعني شكلك وطني جدا يا احمد. ايه اكتر اغنيه احمد وطنيه بتحسسك بتحسسك انت مصري مثلا او بتحبك مصر؟ هي اغنية ما شربتش من مين, هو في اغنية يا حبيبتي يا مصر اللي انا غنيتها. يعني دي كلها اغاني يعني اغاني حلوة الواحد يسمعها ويحس فعلا انه مصري, يبقى مفتخر بحاجة زي. انا بصراحة برضو عامة من الجداد مثلا اللي بحب اسمعها مثلا اغنية حمزة نمرة. اقول لك ايه, بصراحة بتعجبني جدا ان هو فعلا مش بيحاول يفرق يعني المصريين عن بعض. في ناس فعلا في ناس بتغني اغاني مش عايزين نذكرها طبعا اللي هي بتحاول تبعد المصريين عن بعض, لكن بالنسبه لحمزه رنا اللي هو حاول يقرب المصريين من بعض. معلش ناخد برضو مسجات تانية ونرجع لكم تاني. في عبير محمد حسن, احمد حلو اننا نحب الموسيقى والاغاني القديمه, بس ليه مش بيكون عندك لون يميزك او حاجه اول ما اسمعها اعرفك بيها؟ مع العلم اني بحب الموسيقى وخصوصا الهادية بس مش الحزينة, لكن اللي بنحس فيها بشجن لانها بتخرج اللي جوانا وبنحس بعدها براحة نفسية. صح يعني؟ يعني عندها حق فعلا في الكلام اللي هي بتقوله, بس بالنسبة لهم معين اللي هي بتقول عليها, يعني انا لسه ما بقتش مطرب عشان يبقى ليها اغاني خاصة او لنوعية اغاني بغنيها عشان الناس تعرفني بيها. بس بالنسبة لبقية الكلام ان تقعد يسمع مزيكا بتمتعه وبعدها بيرتاح براحة نفسية, انا معاك في الكلام ده لان انا عن نفسي بعمل كده وبسمع مزيكا او نوع معين مثلا الموسيقى الهادية, بحس بعدين براحة نفسية او بحس ان انا طلعت كل حاجة وحشة من جواي. فعلا يا احمد, انت طبعا انا عارف يا احمد انت ذوقك حلو جدا في المزيكا. انت اكتر مغنيين بتحبهم يا احمد غير شيرين؟ النبي ارحمني بشيرين. يعني مثلا بحب ان المطربين فضل شاكر, بس هو طبعا اعتزل, في مكانه رامي صبري, وفي محمد محسن هو ظهر من فتره في برنامج مع باسم يوسف كان اغنيه جميله جدا. بالنسبه لقدام في ورده وفي عبد الحليم كلثوم. طب ليك في الانجليش يا احمد, بتسمع اغاني انجليش؟ لا ما بسمعش. بالمناسبة دي يا جماعة نطلع فاصل مع أغنية انجليش طبعا, يا رب تعجبكم. تمام ونرجع لكم. ورجعنا لكم تاني مستمعينا علشان نكمل حلقتنا, وبنفكركم ان انتوا تقدروا تبعتوا لنا رسائل على الفيسبوك, وتقدروا تكلمونا على رقم 011 1 7 1 6 5 7 7 1.
طب نكمل بقى مع احمد علي. منور يا احمد. ازاي حضرتك يا احمد مصطفى؟ ازيك عامل ايه؟ انا مش معاك حضرتك. ايه حضرتك؟ احمد مصطفى. طيب ولا مش عشان خاطر احمد مصطفى معانا على المايك احمد مصطفى واحمد قمر. ازيك يا ابو حميد؟ ماشي يا ابو حميد. بقول لك يا احمد علي، هو انت ما فكرتش تستغل صوتك ده في انك تعمل مثلا فرقه، ولا انت خلاص مت كده؟ لا، كنت بشوف كذا واحد كان بيعملوا فرق، وكل واحد كان بيعمل باند وكده، بس انا بالنسبه لي ان انا اعمل باند ويبقى في ناس بتغني وناس بتعزف والكلام ده كله، بتبقى حاجه عايزه مسؤوليه، يعني عايز حد يبقى فاضلها 24 ساعه، او يروح مثلا يعمل حفلات هنا، او يتفق مع ده عشان يعمل حفله هنا ولا هنا، فبالنسبه لي مسؤوليه انا مش قدها يعني. طب انا عايز اسالك، انت خالص المزيكا مثلا او الغنى كحاجة رئيسية، كمصدر رئيسي ليك، او ان انت تشتغل عليها بعد كده؟ لا، يعني انا بخلي حتة الغنى دي يعني مش بفكر ابدا ان هي تكون شغل ليا او ان انا اكسب فلوس من وراها، كلها خدها زي موهبة كده، او لو اغني عشان خاطر انا عايز اغني، مش عشان خاطر فلوس، لكن عشان خاطر فلوس. طب تمام يا احمد. انا فاكر احمد ان انت قلت لي قبل كده زمان ان كان في حد ملحن تقريبا سمعك وقال لك احمد انا محتاجك معايا انك تغني الالحان، يعني مثلا انا بلحن حاجه وعايزك تغنيها ان انا اقدمها للمطربين وكده، صح؟ فاكر انت الكلام ده؟ ده كان حد سمع صوتي قبل كده، وكان هو بيالف اغاني للمطربين الكبار، فكان قايل ان هو عشان يسمع الاغاني المطربين دول، فقال لي انت هتسجل الاغاني دي بصوتك انت، وبعدين انا عارض عليهم بحيث انت صوتك حلو، فما يسمعوا الاغنيه ويسمعوها بصوت حلو وكلمات حلوه هياخدوها على طول، وانت هتبقى ليك نسبه. انا طبعا رفضت الموضوع ده عشان فيه فلوس، فقلت لا، انا هتقول لي فلوس؟ لا احمد، ايوه انا لا ما عنديش ان انا غني عشان خاطر اخد فلوس دي. الله عليك، هي دي الناس اللي خلونا بجد. طب يا احمد تغني لنا حاجه؟ طيب انا عايز اسمع منك حاجه. تغني ايه؟ غني مشاعر. مشاعر شيرين برضه؟ اتفضل يا احمد. يا دي يا دي يا دي المشاعر، يا دي يا دي يا دي، يا دي يا دي يا دي المشاعر، يا دي المشاعر اللي غرب نفسه سافر من ألام المشاعر، واللي نفسه يعيشها تاني هي المشاعر، واللي دار بابتسامة من عيني نور المشاعر، واللي نفسه قصاد حبيبه يبان عليه حبة مشاعر، يا دي يا دي يا دي المشاعر، يا دي يا دي يا دي، يا دي يا دي يا دي المشاعر، يا دي المشاعر، كل حاجة ناقصة حاجة، وانت نص جنبي حبيبي، نفسي اعمل اي حاجة بس ترجع لي حبيبي، كل حاجة ناقصة حاجة، وانت مش جنبي حبيبي، نفسي اعمل اي حاجة بس ترجع لي حبيبي ومشاعر. الله الله يا احمد، لا بجد جد، ايه الجمدان ده؟ ايه الجمدان ده؟ لا انا مش صدق السنة قاعد معاك بصراحة. احمد صوت جامد جدا بصراحة، انا مشرفني ان انا قاعد جنب اساسا يا احمد. تمام. طب ناخد مسجات ولا ايه؟ احنا بنعتذر للاعداد، لان الاعداد عمال يصوت لنا رسائل يا جماعة، رسائل، احنا بنعتذر عن ان احنا ما بنلحقش نقرا رسائل، كمية الرسائل دي. طب نقرا معانا يوسف مصطفى، بيقول حسام مصطفى يهني احمد مصطفى واحمد قمر على البرنامج، واحمد علي صوته جميل جدا، ربنا يخليك يا يوسف، واتمنى ان انت تسمعنا تاني. مي محمد بتقول الموسيقى بتعبر عن اللي في القلوب واللي مش قادر يوصفه الكلام. احمد قمر يا ريت تعزف اي حاجه على الكمانجه ان شاء الله المره الجايه. انا جيت من غير الكمانجه النهارده، بس انا عامل في اعداد البلاي ليست مزيكا بالكمانجه جميله جدا، ان شاء الله تسمعها في الفصل. تمام. طب معانا احمد بهاء، منور يا احمد. اور
مش عارف انا ايه حكايه احمد القمر دي مش عارف. خليكم احلى مساء على الموجودين اللي هو لا يعني واللي بيسمعوكم واللي انت طبعا انت اللي احنا بتسمعونا يعني. وعايز اسمع اغنيه لعمرو دياب خليك معايا. تمام ممكن احمد علي تغني لنا خليك معايا؟ هو الحين مش حافظها بس ممكن اغني له حاجه تانية لعمرو دياب يعني. طب مش ممكن ماشي مش حافظ احمد علي مش حافظ حاجه لعمرو دياب بس ممكن اغني حاجه تاني. تمام انا بعشق موسيقى الهاوس وموسيقى الفنان القدير يني. إيه وايه رايك في موسيقى؟ لا طبعا اه طبعا يني ده حاجه عظيمه جدا يعني من اعظم الموسيقيين الموسيقيين. تمام ومي محمد عاوز اسمع اغنيه انغام وقدرت خلاص اهداء للانسان اللي كنت بحبه. اللي كنت بتحبيه؟ تمام ماشي نجيبها. انت معاك تعرف تغني؟ بس هي احسن لانغام برضو يعني انا ممكن اغني لها برضو حاجه برضو الانسان اللي كان بتحبه ولانغام برضو. انا احب اقول لها ان فعلا احسنت اختيار ان انغام احسن يعني من العاشقين ليها. انا بحبها في صوتها كده في انغام يعني. تمام هتغني لنا يا احمد؟ طيب قول لي الاول قول لي اسمع اغنيه اتمنى له الخير. هتمنى له الخير ايه يعني فوتني انساني ما هو ما اتحمل علشان ما هو ما كان قلبه علي. هتمنى له الخير ما هو قبل ما يجرحني دواني كان عمري وكان هو زماني كان قلبه روحي وعيني. هفتكر حاجات كتير كانت ما بيننا هفتكر ايام هوانا والخطا واللي افترقنا. هفتكر حاجات كتير كانت ما بيننا هفتكر لحظة لقانا وانسى لحظة ما افترقنا. لما كنا بنقسم الفرحة في عيوننا هفتكر حاجات كتير وهتمنى له الخير. الله الله يا احمد بجد يعني يا بختك طبعا يا مي ان هي غنيت الاغنيه دي. مش عارف بقى هي هتعجبك ولا لا يعني اذا كنت كده هتعجبها لانها تنفع تدين للسنه اللي كانت بتحبه برضه. لا اصلا ممكن مش طايقاه دلوقتي. طيب طب تعمل ايه لو مش طايقاه؟ اتمنى له الخير برضه تلاقي على الموضوع. تمام طبعا اكيد طبعا احنا مالناش دعوه يا جماعه. احنا مالناش دعوه عشان ما ندخلش عند حد. في حسام عبيه بيقول حلقه جميله ربنا يخليك يا حسام. وفي يوسف مصطفى بيقول برنامج جامد بس يا ريت تنوعوا في موضوع الحلقات مثل حلوه حلوه اللغه العربيه بس انا بحبها مثل اختيار حفيبه مناسبه وممكن تهزيه والاغاني الخاصه بالمناسبه زي عيد الام او ربيع او تحرير سينا. خلاص ان شاء الله يا حسام. حسام من يوسف مصطفى مش اكيد مش اخويا ده اكيد. تمام احمد علي نرجع لك تاني بقى. احنا بصراحه بعدنا عنك كتير من لسه مغني اغنيتين. طيب تمام بقى عامل ايه؟ انا عامل ايه في ايه؟ طب انا اقول لك على حاجه معايا احمد. في مره قبل كده غنيت اغنيه كنت حاسسها فعلا بجد او عشتها في حياتك قبل كده ولا كل الاغاني مصطنعه من الاخر؟ لا وطبعا في اغاني زي الاغاني اللي ليها مناسبات اغاني وطنيه اغاني مثلا لعيد الام الواحد بيغنيها وبيفتكر الاحداث اللي بتحصل له مثلا حاجات امه بتعملها معاه او مثلا في مناسبه وطنيه بيفتكر مثلا بلده فده طبعا بيبقى ليه تاثير على الواحد وبيغني مثلا اغنيه يعني بيدي فيها احساس جامد يعني. تمام طب ايه اكتر اغنيه احمد بتفرحك؟ اكتر اغنيه بتفرحك تاني مفيش انا ما بسمعش اصلا اغاني تفرحني. طول عمرك ناكل كده احمد. طب ايه اكتر اغنيه بتحزنك؟ اكتر اغنيه يعني اغاني كتير. اكتر اغنيه مثلا في بتوحشني في اغنيه لرامي صبري يعني في اغاني اسمها ايه طيب اسمها ايه؟ نفسي اعرف. نفسي اعرف؟ بتغنيها ولا مش حافظها؟ لا مش عايز اسمعها انا مش عايز حافظها انا خالص. طب انا عايز اسالك يا احمد انت غنيت في حفله قبل كده الاغنيه اللي انت غنيتها عجبت شخص بعينه لدرجه ان هو جالك وقال لك انت بسم الله ما شاء الله كنت فظيع شخص انت ما تعرفوش
عجبته واثرت فيه ويقول لك كده ان الاغنيه فعلا اثرت فيها وفي حياتي وكده؟ كانت بتبقى في مثلا بغني مثلا في حفله وبعد الحفله حد يسلم عليا يقول لي انت كان صوتك كان جامد والاغنيه كانت حلوه قوي، لا انا بحب الاغنيه دي. ففي ناس زي دي بس حد تعرفه يعني ولا لا؟ لا ما اعرفش، بيبقوا معجبين بقى انت عارف. ربنا يزيد من معجبينك يا احمد، يعني انت بسم الله ما شاء الله عليه يعني زي القمر. طب نرجع للمسجات تاني. في ساره عشان مش عارف على الاسم، ساره بتقول بجد كلكم مطاب جدا، واحمد صوته رائع ما شاء الله ربنا يخليكي، واتمنى اتمنى ان احمد قمر يعزف حاجه على الكمائن. لا ده كده بتطردك يا احمد. مش عارف ايه حكايه الكمان على فكره يا جماعه، احمد مش معاك كمان، وكمان مش اللي هو برضه يعني هو كمان مش اللي هو يعني عازف قوي يعني، عازف على ما تفرج يعني يا عم احمد. انت بتقطع بقى زحمون. بالنسبه للجيتار يعني احمد على فكره كمان بيعزف جيتار، وانا كمان بعزف جيتار يعني برضه، بس على قد يا جماعه برضه. لا يا احمد، لا لا احمد، احمد من الناس احمد من الناس اللي ما شاء الله اتعلمت الجيتار في اقل من شهر، ودي بصراحه اول واحد قبله كده ان انا على فكره يا جماعه انا اللي معلم احمد. خلاص يا عم احمد عرفنا انت معلمني وربنا. لا بس حقيقي فعلا اكتر من الناس اللي استوعبوا الجيتار، ويمكن احسن مني دلوقتي مش بجامل حمادة. شوف لا عارف على فكره انا كنت عارف حاجه زي كده اساسا، بس كنت مصيف اقول لك. خلاص تمام ماشي. فيش كلمتين كده يا استاذ احمد، مفيش اي حاجه كده. ماشي نرجع لك عم احمد علي. مين مننا يا احمد يا استاذ؟ تمام احمد علي، والدتك احمد علي في البيت عامه يعني اخواتك حابين انت تعمله ده ولا شايفينه انه مش مهم؟ ايوه يعني اختي مثلا بتشجعني على الموضوع ده، وهي كانت السبب في ان انا سافرت ورحت فرب ايدل، وجدتي برضو شجعتني الموضوع ده، بس مامتي واخويا مش حابين الموضوع ده خالص، يعني بيقولوا لي لا تركز في مذاكرتك وكليتك في الاول بس. فانا يعني ساعات بميل للكلام ده شويه، وساعات برضو بميل رأي التاني شويه. طيب على فكره فاكر احمد يوم ما غنيت في فرح اختك؟ فاكر انت غنيت ايه طيب؟ لا انا فاكر بقى على فكره يا جماعه، احمد غنى في فرح اخته اغنيه على بالي شيرين، صراحه كانت جميله جدا يعني. احمد ساعتها كان حوالي كان في ثانوي تقريبا، كان في ثالثه ثانوي تقريبا، بس احمد كان فعلا كان اول مره يعجبني قوي كده، كان صوته في المايك فعلا تحفه. انا عادي كنت شايفه قال لي هغني على المسرح وكده، فطبعا بتكسف اساسا، فانا كنت حاسس ان هو هيخبط الدنيا، بس بصراحه كان جامد جدا على المسرح. ما رايك تغني الاغنيه على بالي؟ الكلام لو كان يعبر على الحنان كنت قلت اني بحبك من زمان، الكلام لو كان يعبر على الحنان كنت قلت اني بحبك من زمان، كل يوم الشوق بيكبر عليا بان على بالي، ولا انت داري باللي جرالي، والليالي سنين طويله سبتها لي، يا انشغالي بكل كلمه قلتها. الله عليك يا احمد، الله عليك بجد. انا شايفك كمان مستمتع، انا شايفك مستمتع بالاغنيه اساسا، عشان شيرين طبعا وانت بتحبها جدا، فمستمتع قوي بالاغنيه، صح ولا انت يا احمد؟ وانا شايف كمان احمد متاثر قوي بالاغنيه انا من معجبين بالك واحبك. لا الاغنيه بس ما شاء الله احمد اداها اداء رهيب جدا، بس مش هتفوت على نفسك، تفوت على شيرين. بس على شيرين على فكره احمد، انا مش بحب شيرين على فكره. انا بحبها، انا بحب شيرين. طب تعال نكمل مسجات عشان الناس اللي في الاعداد بيصوتوا برضه. هاجر عبد الباسط بتقول الاحساس بالموسيقى او الاغاني او بالاغاني عموما بيبقى تبع حالتي النفسيه ومودي، ممكن اكون سمعت الاغنيه 100 مره بس احس ان اول مره اسمعها وبعيش الحاله بايه؟ بعيش الحاله بقى. وفي الاخر لو في كلام بيبقى احسن. لا انا بتفق مع هاجر يعني فعلا، الواحد لما انا سمعت الاغنيه بتاعت شيرين من احمد اكن اسمعها اول مره. طبعا معجبينك يا احمد.
طب في اراء محمد احمد علي صوتك حلو جدا بس ركز شويه مع الكلمات يعني مش فاهم انا مش فاهم مع مخارج الالفاظ ولا الكلام عامه اللي انا بغنيه انا مش فاهم ما انا مش فاهم الكلام عامه الكلام انت كلمات الاغاني انت بتنقي تغنيها بس مش قصدها طبعا ايه مش هتري عليك يعني حضرتك هي ممكن انا اصلا انا مش شايف اي غلطه يعني هو لا ممكن تكون قصدها على نوعيه الاغاني اللي بغنيها فلو عايزاني اغني لها حاجه قديمه ممكن تكون فاكره ان انا بغني جديد بس ممكن اغني لها حاجه قديمه لو هي عايزه انا مش عايز خلاص انا مش عايز من حاجه قديمه طب سؤال يا احمد بس كده سؤال ممكن محرج شويه عمرك غنيت مثلا في البيت كده مثلا في وقت حد نايم فيه في البيت مثلا اخوك طلع جه وراك ولا حاجه يا ابني العيال بتذاكر والكلام ده حصل الكلام ايوه يعني مثلا انا دايما بحب اغني يا اما مثلا بالليل يا اما مثلا بعد وقت الحمام كده في الصبح دايما يعني انا بحب اغني كده فطبعا هم نايمين يقعدوا يزحقوا بقى الدنيا ليل عايزين ننام الكلام ده كله بس فانا دايما اكتر وقت احب اغني فيه بيبقى بالليل لان انا مفيش حد بيسمعني بغني زي ما انا عايز الحاجات اللي انا عايز تمام يا احمد انا برضه على فكره نفس المشكله دي عندي برضه مثلا لما بحب اجرب حاجه على الجيتار كده وانا كلهم بقى الصوت عايزين ننام بقى وكده طب اعمل ايه طيب يعني ساعات بكتم الاوتار واحاول اعزف من غير صوت فاهم انت عارف انت ان انا اكتم الاوتار واعزف من غير صوت دي حاجه بتشلني انا وكمان المشكله كمان بيزعقوا لي كمان على الصوت حتى الاوتار مكتومه اتكلم يا عم احمد كمل لما انت خدت المايك وقعد على فكره ان الحلقه دي مش موجوده جا. انا مش موجود اصلا يا اخي منورني والله ربنا يخليك يا انا بحب اقول الاء محمد بعت ليك يا احمد بتقولك مش كلمات مخارج الالفاظ لا بتقولك الاغاني في الاغاني هي بعت بتقولك لو عايز تغني حاجه قديمه غني انت عمري لام كلثوم لا مش عايز اسمعها بعد اذنك انا مش عايز اسمعها بعد اذنك حضرتك واخد المايك ومخي معايا من بدري تخم على الضيف حضرتك حضرتك انت يا الاء اللي خليه يغني انت عمري اتفضل يا احمد رجعوني عنك لأيام اللي راحوا علمونا ندم على الماضي وجراحوا اللي شفته ترارا اللي شفته قبل ما تشوفك عنيا عمري ضايع يحسبوه ازاي عليا اللي شفته قبل ما تشوفك عنيا عمري ضايع يحسبوه ازاي عليا انت عمري انت عمر اللي ابتدى بنورك صباح اللي ابتدى بنورك صباح انت عمر الله عليك احمد الله عليك بجد يعني طبعا انا مش هقارنك بام كلثوم طبعا انت مفيش او لا عامه انت كمان يعني عاجبني فيك انت بتغنيها باسلوبك انت وبصوتك انت يعني مش اللي هو بتحاول تقلدها فدي طبعا في حد ذاتها في المغني تبقى حلوه ان انت مالك شخصيتك في الغنى كل واحد بيغني ليه طريقته في الغنى وطبعا ام كلثوم انها واحده ست بتبقى ليها طريقه في الغنى انها بتغنيها لحبيبها وطبعا لما بيغنيها اي مطرب تاني او اي حد تاني لازم بيغنيها برضه بطريقته لان كل واحد ليه التاتش بتاعه في الاغنيه تمام بس في ناس لما تسمع حاجه زي كده بتقولك ان انت بتخرج عن التون او الناس اللي بقى فاهمه مزيكا بس طبعا انا بتكلم ان انت بتغني من غير مزيكا اصلا تمام فلازم تغني باسلوبك انت يعني انت شايف كده صح مثلا في استاذ احمد مصطفى مثلا يا استاذ مصطفى جلال الموسيقار الجامعه طبعا مدرب الكورال يعني بيقول الناس يعني بيتكلم ما تغنيش باسلوبك حاول تغني صح يعني الناس بتعزف وراك بتغني صح مع الموسيقى هو ايوه فعلا عنده حق لان انتوا بالذات لما بتيجوا تغنوا بتغنوا موسيقى عربيه فلازم بيبقى زي القديم بالظبط فلازم تغني على التون او ما تخرجوش بره زي ما هو حتى الف مره قال انت عايز تغني بطريقتك بعد كده ما تبقى الفنان كذا كذا وليك حفله خاصه بتاعتك اغني بالطريقه اللي انت عايزها
بس فكل واحد ليه طريقته وانا معاه في النقطة دي. بس لو انت خدت بالك في اي برنامج المواهب التانية كل واحد بيغني بقى زي ما هو عايز, يعني ما عندوش حتة التون, والناس بتبقى برضه معجبة بحاجة زي دي. تمام. انا طبعا بحب امسي على الاستاذ احمد مصطفى جلال, يعني ربنا يمسيه بالخير. استاذ احمد مصطفى جلال عارفه طبعا, احمد موسيقار يعني بيدرب فريق عندنا في الجامعة, يعني بسم الله ما شاء الله عليه, شخصية محترمة جدا. انت واخد المايك ليه يا احمد؟ معلش طبعا استاذ احمد مصطفى عزيز عليا طبعا وعلى اسمي, فطبعا لازم اتكلم طبعا. المايك ما بيعديش عندي خالص. طب في الاعداد بقى طلب مخصوص عاجبه استاذ احمد بصراحه وبيقول لك عايزين جهاد الفار, بتقول لك في الاعداد طبعا بنشكر الاعداد جهاد الفار وآلاء محمد وفاطمه عزت وفاطمه كمال, وبيطلبوا منك اغنيه لعبد الحليم, تقدر يا احمد؟ قول لي حاجه, قول لي حاجه لعبد الحليم. النبي حلوه النبي دي. طب ماشي يا استاذ هاجر, يا استاذ جهاد, يا استاذ جهاد اتفضل اتفضل يا احمد غني حاجه لعبد الحليم. غني غني ما بيعديش من عندنا لاحمد, لا لازم يعدي على احمد مصطفى وبعد كده يروح لاحمد علي. طب ليه حضرتك يعني حاجه عبد الحليم؟ غني تخلوطه يا احمد علي. لا لا غني حاجه عبد الحليم يعني. لا تكذب عليا من اول معاد حرام القاسيه, لا تكذب عليا من اول معاد ده حرام القاسيه, لو تطلب عنايا امشي لك بلاد واجيبهم هديه, لو تطلب عنايا امشي لك بلاد واجيبهم هديه, وفيها ايه ايه لو جيتني تسلم بس وتفوتني مش حلو كداب. لا حلو حلو, احمد برضه بيضحك برضه هو بيغني وفي حاجات بيحسسني من الاغنيه أمتع. انا عامة ما اعرفش مين الاغنيه دي اساسا, بس حلوه 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 كداب احمد. ما سمعتهاش. انت انت جاي انت جاي النهارده ليه يا ابني؟ طب نكمل الرسائل معانا. في ماريا سيف, ميرا سيف, تقول انا عايزه اسمع اغنيه الحميه. طب وطلبك عندي؟ انا في اغنيه في اغنيه بالنسبه برضه للناس اللي عايزه تسمع كمانجا ميكس من حميه بس بالكمانجا. نطلع على الفاصل ونسمع ونرجع تاني. قاعد على النت, قاعد ظبط مودك مع راديو بنس كافيه. ورجعنا لكم مستمعينا مرة ورجعنا لكم مستمعينا مرة تانية مع برنامج كافي ستارز مع احمد مصطفى احمد عمر, ونفكركم بضيفنا احمد علي. ازيك احمد؟ اهلا وسهلا. تمام احمد علي, انا ملاحظ انت عايز تغني برضه احمد, صح؟ انت انت جاي, انت عايز تغني, عايز تغني انت لا تغني يا ولد, معاك المايك احمد, شوفك عايز تغني. ليالينا ليالينا وتاهت بينا ليالينا متاهت بينا تاهت ليالينا ليالينا, وقلنا نرسي نرسى على مين, وتاهت بينا تاهت ليالينا ليالينا, وقلنا نرسي نرسى على مين, مشينا وأدينا من غير أهالينا ولا حد بيسأل فينا, مشينا وأدينا من غير أهالينا ولا حد بيسأل فينا, وتاري الدنيا غدارة غدارة بتقدر كل يوم دينا غدارة, والله جيتي علينا يا دنيا جيتي علينا علينا يا دنيا, وجيتي كتير على ناس قبلينا. حلو يا احمد, حلو يا احمد, الله عليك ما شاء الله, الله اكبر عليك. سؤال, طيب سؤال يا احمد, دي اغنيه مين؟ ورده زي دي.
انا عمال اقول بشيرين شيرين يا احمد احمد عمال يقول لي اغنيتي ايه احمد مش عارف شيرين برضه ليالينا طيب ولا حاجه زي كده ليالي او ليالينا يا ليالي انا صح زي كان نفسي اسمعها لقيتك قلبت حاجه تانية خالص وغداره ومش غداره مش عارف انا ايه الكلام ده طب يا جماعه احمد انت فاكر انك كنت بتعمل اصلا في الحلقه اه طبعا بس انت عشان خدت المايك وقاعد لوحدك عم خلاص يا عم المايك مشي خلاص والله خلاص طب احنا كمان كنا بنتكلم عن الكمان اللي هي كمان جاي كمان صح اسمها كمان اسمها كمان هو بينجز كمان ده يعني اسمها فيولا بتعرف الفيولا يا احمد فيولا دي اكبر شويه لا هي برضه بيعتبروها هناك كمان بيعتبروها وهي كان لا بس هي اكبر شويه من كمان هي هنا هناك كمان جاي مثلا اللي اكبر منهم تشيل كنت بس ما انت صح انت عشان ايوه بالظبط كده بتاع محمد هنيدي تاني قولك فرخه كده حاطط صغيره كده كمان في ناس يعني نفسها تتعلم كمان صح يا احمد انا في ناس صحابي كتير جدا قالت لي انا عايز اتعلم كمان وكده بس طبعا عندنا في بني سويف هنا مفيش حاجه حد بيعلم كمان اوركي انا قليل قوي يعني لا احمد قمر احمد انت مش هتعلم مين انت بس انا احب اقول للناس ان في نشاطات في الجامعه هتبقى ان شاء الله في الاجازه في برضه قصر الثقافه في ناس بتعلم كمان مش عارف اسمه مين بس في يعني انا اسمع ان في عندي منطقه بالنسبه للفرخه اللي قال عليه احمد علي ده دي انا اسمها مندلين الناس اللي ما تعرفهاش برضه بنتكلم عن مندلين دي حلقتها الحلقه الجايه ان شاء الله بس بدايه كده احنا معانا اتصال تليفون الو الو ايوه مساء الخير تنور تعرف بيكي اسمي فيرجينيا ايه؟ فيرجينيا يا بنتي الحمد لله تمام طب انت متابعانا من موضوع الحلقه من الاول يا فيرجينيا؟ لا والله النت عندي خلاص ولا يهمك موضوع طب حلقتنا النهارده عن الموسيقى او المزيكا عامه ان هي بتقدر توصل رساله من غير كلام اذا كانت حزن او اذا كانت فرح اذا كانت انا بقول لحد بحبك او انا بكرهك من غير كلام انت رايك في موضوع الحلقه النهارده لا هو الموضوع كويس جدا لان في كلام ساعات ما بيقدرش نوصله ساعات بيوصل من خلال الموسيقى في ناس ما بتقدرش تعبر عن اللي جواها بالظبط فممكن تعبر عنه باغنيه او اي حاجه يعني من الموسيقى هما بيبقاش عندهم الشجاعة حتى ان هما بيعبروا الكلام ده فبيعبروا بالموسيقى طب فيرجينيا معاك يا احمد مصطفى فيرجينيا معاك يا احمد مصطفى ازيك عامله ايه تمام احنا كنا برضو بنتكلم عن الكمان كمانجا انت عندك اي خلفيه عن الكمانجا يعني انا بحب اسمعها جدا تمام. جدا بس اعرف شكل الاله بس ما دخلتش في التفاصيل يعني انت سمعتي استاذ احمد علي معانا ولا مين بس سمعتي احمد علي معانا الضيف اللي معانا لا انا مش سمعتش تمام ماشي ولا يهمك يا فيرجينيا ومسكين على اتصالك جدا ماشي ان شاء الله نسمع صوتك تاني في الحلقات الجايه شكرا ان شاء الله شكرا سلام ما تكونش انت فاصل ان شاء الله سلام احمد تامر الساعة 11:10 هنختم حضراتكم يا جماعة احمد من بدري عمال عايز يختم انت تسيب الحلقة نعسان وشوف حضرتك انت واخد المايك من بدري وعمال واخده وضيف الحلقة نام مننا يا جماعة اهو نام مننا طب نرجع للوسائل بقى في مي محمد تاني تقول عاوزين نسمع منك اي حاجه يا احمد يا مصطفى يا نجم الله انا يا جماعه مش مغني والله انا صوتي مش حلو لا صوتي مش حلو انا طلعت صوتي مش حلو يا عم لا احمد علي حضرتك اللي بيغني بس معايا صح يا احمد لا مصطفى برضه بيغني ممكن يغني تخنوق بيغنيها حلو تخنوق انا اغني اهواك يا عم بس انت خلاص غنيتها مره كده لا انا احمد ممكن انت تغني لنا حاجه نسمع مثلا نسمع انا عايز اسمع يا ليالي منك يا احمد بصراحه يلا غني بقى من غير مايك اتفضل احمد نسمع يا ليالي شيرين مع احمد علي حضرتك تعرف ان احمد تاني معاه المايك بعدين مايك مظبوط معانا اتفضل احمد علي يا ليالي روحي لحبيبي ونادي
وامان عليك تقولي له حالي من يوم غياب روحي ريحاني ما نمتش عيوني والناموا بيحلموا بيه يا ليالي روحي له عن شوقي ونار احكي له يا يجي لي يا ما اجي له مش قادره ببعضه اعيش وقولي له كفايه ويخلي البعد نهايه مش عايز انا غيره معايا والباقي ما يلزمنيش. الله عليك يا ابو حميد. مش عارف كل شويه برضه اقول لك انا عارف بتطلع حلوه بس ماشي. طب انت يا احمد ايه المطربين عامه غير شيرين جداد بيعجبهم صوتهم يعني بيعجبك صوتهم؟ في زي فضل شاكر وفي رامي صبري وفي عمرو دياب وتامر حسني وفي طب بالنسبه لرامي صبري حافظ حاجه رامي صبري؟ بالنسبه لرامي صبري برضه احنا كان معانا الحلقه اللي فاتت خالد علي. خالد علي اسمه ما شاء الله يا احمد وسطه متخيلش عنك كده. ايه سمعت صوته ايوه قبل كده وعجبني جدا بس صوته اسمه ما شاء الله كان روعه يعني بصراحه عجبني انا عن رامي صبري. اه حقيقي كمل يا استاذ احمد كمل مش تبعد مني كده مش عارف ليه. طيب سيبنا نتكلم يا احمد. احمد يعني خالد علي بالنسبه بيعجبني اكثر من رامي صبري فعلا يعني. انا سمعت اغنيه ما سالتنيش من خالد علي بسم الله ما شاء الله عليه فعلا سمعتها من رامي صبري ما حسيتهاش خالص غير لما سمعتها من خالد. ربنا يمسيك بالخير يا خالد. ربنا يمسيك بالخير يا خالد. يلا بقى ورا نجم اتفضل مايك معاك يا احمد. يا حاضر حضرتك. معانا بقيه المسجات. احمد بهاء بيقول عايز اسمع قراءه الفنجان. لا برضه لا مش حد. لا 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 ما ينفعش. مش عشان طريقك مسدود ومسدود معلش يا احمد طريق مسدود هنا. في اسراء علاء بتقول احلى حاجه الميوزك مروان انور ده ملوش حل وناس الحلقه استمروا. ربنا يخليك يا اسراء ربنا يخليك. في مي محمد تاني بتقول عايزين نسمع منك اي حاجه يا احمد يا مصطفى يا نجم دي مصممه يا احمد معايا انت واحمد قمر واحمد مصطفى ربنا يحميكوا بجد برنامج روعه. طب بالنسبه لاحمد علي طيب يعني ضيف الحلقه يعني محدش لا طب انا مش بغني يعني اغني الناس تضحك عليا يا احمد انت ترضاها لي؟ ترضاها والله يا جماعه احمد لما غنى في قوال الجامعه والله الناس كلها اللي بتغني صح سقفت له بيثبتوني يا احمد. طب بص يا احمد اغني انا وانت حاجه خلاص نغني انا واحمد علي غني اهواك انا اغني حاجه لاحمد علي واضحك عليكم غير احمد علي لانه لوحده خلاص نغني حاجه انا واحمد علي اهواك عبد الحليم ماشي ابدا انت احمد علي. اهواك واتمنى لو انساك انسى روحي وياك وانضعت يبقى فداك لو تنساني وانساك وتريني انسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والادموع يفكراك ترجع تاني في لقاك الدنيا تجيني ومعاك وضعها يبقى رضاك وساعتها يكون في هواك طول حرماني. انا بعتذر يا جماعه عن الصوت ده بعتذر عن الصوت طبعا التعبان ده انا اصلا صوتي تعبان وكمان بتخلوني اغني بتحرجوني تمام خلاص. في اهداء من عبير حسن محمد عبير محمد حسن طول اهداء اي حاجه الاصاله هي عايزه اي حاجه الاصاله مجهزين نجهز احمد تغني الاصاله احمد في اغنيه اسمها بين ايديك يعني لا لا في حق ماشي بين ايديك انا بنسى روحي بين ايديك صعب اعيش في الدنيا دي الا بيك كل يوم بيفوت علي حبي ليك بيزيد شوية كل يوم بيفوت عليا حبي ليك بيزيد شوية محتاجة لك جنبي مني وعلي لا تغيب عني
معاك رجعت لي تاني حياتي ودنيتي معاك بعيش حبيبي في الدنيا جنتي وياك شفت بعيوني طريقي وسكتي ماليش غيرك حبيبي معاك حاسة بأمان وطول ما انت معايا ما بخافش من الزمان محتاجة لك حقيقي قرب مني كمان قرب مني كمان. الله عليك الله عليك يا احمد. طيب مستمعين صوته زي بالظبط صح ولا ايه؟ بالظبط يا احمد بدون مجاملات. طيب دي كانت اخر حاجه معانا مستمعينا. بحب اشكر احمد مصطفى واحمد علي ده في الحلقه واشكر حسام علي هندسه صوتيه واشكر الاعداد استاذ جهاد الفار وإعلان محمد وفاطمه كمال الشناوي وفاطمه عزت. وبعتذر على الناس اللي ما لحقناش نقرا المسجات بتاعتهم وان شاء الله نشوفكم الحلقه الجايه يوم الاربعاء. انتظرونا الساعه 10 بالليل وحلقه جديده من كافي ستارز. تسلم.